أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا توضأت المرأة هل تمسح رأسها مثل الرجل بحيث تبدأ من مقدم رأسها إلى القفا ثم تعود بهما؟ وش اللي يفرق المرأة عن الرجل؟ وما سوى في الطهارة والوضوء، فتفعل في مسح رأسها كفعل الرجل كما جاء في الدليل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.